طبعا السفر له مخاطر. أحيانا يعني السفر إلى بعض الدول، كل دولة لها ميزات لها عيوب. نعم، فلا بد من دراسة الدولة قبل السفر إليها. إنسان يريد يسافر إلى دولة أو يريد يدعو من هنا بهذه الوسائل، يعني في دولة مثلا في دولة، وين الشيخ؟ أين ذهب صاحب بوركينا فاسو؟ بوركينا فاسو، يريد يسافر إلى بوركينا فاسو، أو يراسل من هنا عبر وسائل الاتصال الشباب هنا في بوركينا فاسو. هو لابد ينظر، يعرف عدد السكان، عدد المسلمين، الطوائف هناك من هم، ما هي اللغة، مهم جدا يعرف اللغة اللي يتكلموا بها. الآن من هنا لابد يدرس وسائل التواصل، لأن عندنا مثلا الواتساب فيها ممنوع مثلا، فما يمكن أنت تريد تنشئ دعوة في إيران عبر واتساب أو فيسبوك. ما حد يستخدم، لا أحد يستخدم هناك الفيسبوك ولا الواتساب، يستخدم مثلا التليجرام، انستغرام مثلا. النظر في الدولة، الدولة أحيانا يعني قد تكون يعني مخاطرة بدخول هذه الدولة، أحيانا بعض الدول ممنوع فيها الدعوة، أو الدعوة لابد تكون عن طريق رسمي، مثل دول الخليج الآن الدعوة فيها لابد أن تكون عن طريق جهات حكومية رسمية الدعوة فيها. أما بعض الدول لا تحتاج لا لإذن ولا لغيره. بعض الدول السماح بالدعوة فيها لا إشكال فيه، يعني أوروبا الآن تمشي أي مكان في أوروبا وتلقي فيها محاضرات والكلمات، لا أحد يمنعك. تأتي إلى المركز الإسلامي، كل مسجد، كل مسجد له لجنة، لابد تأخذ إذن من اللجنة وتلقي الكلمة. لكن عندهم خطوط حمراء مثلا في أوروبا، في أوروبا ما تستطيع تتكلم على أشياء، منها ما استطعت أوروبا تتكلم عن النصارى لا إشكال، أما تتكلم عن اليهود لا، خط أحمر بالخطوط. لا تستطيع أن تتكلم عن النساء، لماذا؟ لأن أوروبا الآن عندهم المركز الأول يعني في الاحترام وفي الحقوق، من؟ المرأة. المركز الثاني من؟ الأولاد. المركز الثالث من؟ على أكرمكم الله، القطط والكلاب. المركز الرابع الرجل، الذي وضع هذا القانون رجل، رجال يضع هذا القانون. والله حتى في التعداد السكاني في بعض الدول يعد القطط والكلاب معهم، أكرمكم الله. إيه نعم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول الخبيثات للخبيثين، نسرع في السلام. ولكن يعني أنهم مشكلة في أوروبا مثلا ضرب النساء. إخواننا هؤلاء ما عرفوا الدين، فهم يفهموا أشياء أنت تفهمها غير هذا الفهم، فهم يفهموا ضرب النساء يعني ضرب مبرح، فما يمكن تتكلم عن ضرب النساء. ممكن تتكلم تقول المشاكل الزوجية في الإسلام لها حلول. الحل الأول النصح، يعظها. الحل الثاني كذا. الحل الثالث معروف مثلا، معروف. نعم. الحل الرابع حكم من أهلي وحكم من أهلي. ممكن في، كان عندنا أحد المشايخ السعودية راح إلى فرنسا وخطب فيهم الجمعة، على العادة اعتاد الخطيب هذا اللهم في خطبة الجمعة يقول اللهم أغثنا، فهو في خطبة الجمعة يقول أمامه مدير المركز الإسلامي وأمام المسجد، وهذا يقول اللهم أغثنا، هذا يقول يعني هنا أغثنا بلاد المسلمين مو هنا، عرفت؟ أي يعني إذا لابد أنه يعرف. وخاصة أخواننا ترى أول مرة تزور فيها الدولة غير المرة الثانية، المرة الثانية تكون مهيئة أكثر من المرة الأولى، من المرة الأولى. طبعا أخواننا
أنا والله أعلم أنا لا أشجع السفر، السفر مشكلة والله، قطعة من عذاب وفتن وكذا. لكن لو مجموعة خرجت مثلا إلى مناطق خاصة، هذه المناطق المحتاجة للدعوة في أفريقيا مثلا، في بعض الدول التي يعني إخواننا هؤلاء يعني ما يريدوا شيء من العلم إلا توحيد، أنواع التوحيد الثلاثة، يعني شرح حديث جبريل عليه السلام، أصول ثلاثة باختصار، وصفة الصلاة والوضوء والاغتسال والتيمم، بس يريد منك هذا فقط. يعني بعض الدول الآن، لا والله كان عندنا اجتماع مع الدول في أفريقيا التي فيها أقليات مسلمة، يعني الدولة فيها 1% مسلمين، 2% إلى 10%. فبدأت أنا أسأل الشباب متى أسلمت؟ يقول أسلمت قبل 10 سنين. متى بدأت تصلي؟ يقول بدأت تصلي بعد 5 سنين. 5 سنين؟ قال نعم. لماذا لم تصلي بعد ما أسلمت؟ يقول أنا لا أعرف أنه في صلاة، ما وجدت من يعلمني الصلاة. وبعضهم يدخل الآن على المواقع، عندما يسلم يدخل على الموقع ويقع في موقع إيش؟ أهل ضلال. أي نعم، أنا كنت يوم مسافر إلى النرويج وأريد أعرف حال البلد، المراكز كذا، دخلت على موقع وأنا لا أعرف الدخول على هذا. المهم دخلت على موقع مكتوب موقع أهل السنة، قلت ما شاء الله. دخلت أنا على الموقع وإذا المصلى والمكتبة والحضرة، إيش حضرة؟ كيف أهل السنة والحضرة وكذا؟ طلع هؤلاء ليسوا بأهل السنة، لكن العنوان أهل السنة فوق. هذه مشكلة أيضا. أي نعم. فقبل المشكلة عندنا اليوم، لو تسافر إلى مكة أو تبغى تسافر إلى مكة، إيش تسوي؟ تسأل عن العملة، وهل يقبل العملة الكويتية أو لا، وين أصرف العملة، صح؟ وتحجز فندق، صحيح أم لا، وتشوف الفندق هذا قريب أو بعيد، وفي مواصلات أو لا، والطعام أهم شيء، تمام؟ طيب تخرج للدعوة وما تدري عن شيء، ما يمكن. لابد تسأل اللي سبقوك إلى هذه الدولة، ماذا صنعوا، إيش الأمور اللي تنبغي، إيش الأمور التي لا تنبغي. لابد من المترجم، أين أنزل، أي منطقة فيها المسلمين، هل في مضايقات من الحكومة، ماذا. فهمت؟ دراسة كاملة عن الدولة قبل الذهاب، لأن هذا مهم. إن كنا نصنع هذا وانت ذاهب إلى مكة، والحمد لله مكة يعني أمان، فما بالك تذهب إلى أفريقيا، تذهب إلى هذه الأماكن.